السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير متابعينا الأعزاء. إيسوزو دي ماكس فئة الجي تي موديل 2022، وأيضا لو نتكلم عن 23 فهو نفس كل شيء، ما اختلف شيء. حبينا صورها لكم ديزل، هذه فيها الأكثر طلب، سيارة للآن صراحة وقتها وقت استخدامها هي وبعض السيارات الأخرى كديزل كدفع رباعي بيك أب. نتكلم عن المحرك، هنا جاي 4 سلندر سعته 3 لتر توربو ديزل، يولد قوة 190 حصان وعزم دوران 450 نيوتن متر، مرتبطة بناقل حركة 6 سرعات دفع رباعي. 6 سرعات يكون اوتوماتيك، وفي برضو الجير العادي. كجيتي عليها اختلافات جميلة خارجية صراحة وداخلية، وراح اصور لكم بقية الفئات الموجودة. تتميز بكتابة الإيسوزو في المقدمة باللون الأحمر، الشبك جاي باللون الأسود، عندنا الخطوط اللي موجودة هنا باللون الفضي على غطاء المحرك، الإنارة الأمامية فول LED بخلاف إنارة الفليشر، راح أصورها لكم إن شاء الله بعد شوي. هذه ككل كواجهة أمامية، عليها الكت اللي جاي هنا، مع أنه صراحة أوكي هي كسبورت حلوة، ولكنه كاستخدامها مفروض الكت يكون أرفع زيادة، ما يكون فيه بروز للأمام، لأنه ممكن بالاستخدام الشاق حقها تضرب طيح اللحية هذه الزايدة أو شيء. هذه من الجانب، ما عليكم من الأنتر حق اللي هو الراديو وغيرها، جاي لقدام هو يرتفع فعليا للخلف. الجنوط جاية باللون الأسود، هذه مقاسها اللي هو 18 إنش. عندنا كتابة الجي تي هنا، الوطيات الجانبية، الدخول الذكي، الصرفية ديزل بالنهاية ما يحتاج تتكلم عن صرفية، لتر الواحد يمشيها 13 كيلو فاصلة 9، صرفية جميلة جدا بتكون من ناحية ديزل أكيد. يعني هنا كتابة 4x4، هذه من الخلف. عندنا كاميرا خلفية، 4 حساسات خلفية. لو تلاحظون أيضا الخط موجود هنا في المنتصف في الخلف، الكاميرا الخلفية، المقبض حق فتح السعة الخلفية. جي تي ال اس 3.0 تيربو ديزل، هنا كتابة دي ماكس. كاينارة أمامية، هذه زي ما تشوفون أمامكم، عندنا الواطي والعالي جايين في عدسة واحدة، خطين الليد النهاري هنا موجود، الفليشر هنا موجود، هيليجين، كشافات الضباب اللي جاية فقط، وكشافات الضباب جاية LED، فمجمل إنارة أمامية فول LED بخلاف إنارة الفليشر. أما عن الإنارة الخلفية فعندنا لو تلاحظون هنا الإطار هذا جاي LED، هنا الفليشر هيليجين، هنا الضباب هيليجين، وأيضا إطار LED، كذلك الأمر هنا، وهنا لمبة الريوس اللي أيضا جاية هيليجين. نجي لداخلية السيارة وبالأحرى من الخلف، جاية باللون الأسود قماشية مخططة باللون الأحمر مع الأطراف كإطارات. هنا ايضا كذلك الامر، الديكور جاي بيانو بلاك وايضا في اللون الاحمر، الزجاج عادي مو باوتو، جلد هنا موجود مع تطريز باللون الاحمر. كسعة خلفية، هذه مرتب المرتبة الامامية على طول، السعة الخلفية ممتازة جدا. تكييف خلفي، في منفذ USB هنا موجود في الخلف، فيها ايضا مسند وسطي لكن مقفل بالكيس. انارات هنا موجودة في المنتصف، تقريبا لها من المنتصف زيادة صراحة، رايح الامام اكثر. فهذه ككل من الخلف، ناخذ عليها نظرة من الأمام ونروح ونشرح مواصفاتها. من الأمام عندنا دخول ذكي من جهة السائق، التحكم في المقاعد حيكون يدوي وليس كهربائي، هذه كخامة مقاعد. هنا على جهة اليسار عندنا التحكم في الزجاج السائق فقط أوتو، الباقي عادي، سنتر لك الأبواب والزجاج، والتحكم في المرايا وطيها لما تشوفون. كذلك الأمر الديكور هنا موجود، في تطريزات باللون الأحمر. هنا تتحكم في مستوى الإنارة الخارجية، زر التراكشن، فتح خزان الوقود، وفتح اللي هو غطاء المحرك. فهذه الإيسوزو دي ماكس من الداخل، شغلها وقول بسم الله. عجلة قيادة مكسوة بالجلد، وفيها تطريزات باللون الأحمر، كتابة الإيسوزو هنا أيضا جاية باللون الأحمر. نلاحظ هنا أيضا وهنا كل مكان حرفيا اللون الأحمر ملاحق. على جهة اليسار عندنا التحكم في الإنارة، وفيها أوتو على اليمين، مساحات الزجاج، وأيضا فيها أوتو يعني فيها حساس المطر.
هنا تتحكم في الميديا ومن هنا تتحكم في مثبت السرعة، بالإضافة إلى اللي هو القائمة حقت شاشة الإعدادات والقراءات اللي أنت تحتاجها. والإعدادات زي ما تشوفون هذه جاية كلاسيكية جميلة صراحة، بسيطة، وفيها أيضا تطعيمات باللون الأحمر. أما لما نجي للمنتصف هنا عندنا زر التشغيل، بالإضافة إلى شاشة تدعم اللي هي الكاميرا الخلفية هذه، وشوفت فيها خصائص برضو، فيها على ما أعتقد الفون هنا، ما أدري إذا فيها الكار بلاي أو لا صراحة، تفيدونا يا أصحاب دي ماكس. مساحة التخزين هنا مع زر التنبيه الرباعي اللي مكانه جاي غريب فوق صراحة. التحكم في التكييف منفصل كدرجة حرارة بين الساق والراكب، وفيها أوتو. هنا عندنا الدبل الثقيل والخفيف، منافذ اليو اس بي واليو اكس، ومنفذ الطاقة اللي هو 12 فولت. وهنا عندنا الجير الست سرعات التبترونيك، الدفلوك الخلفي، نظام نزول المنحدرات، تقفل الحساسات، مساحة تخزين في الأسفل. وهنا عندنا كوب هولدر وجلنط يدوي ومسند وسطي، هذا هو من الأعلى، مراية تعتيم يدوي وليس تلقائي، بيت لي النظارة، وإنارة السقف اللي جاية هيليجينية. ما ننسى هنا عندنا أيضا لون أحمر ماشي كتموج مع اللون الأسود، صراحة ألوان جميلة داخليا. أعطونا رأيكم. هنا عندنا أيضا كوب هولدر من جهة الساق والراكب، وهنا مساحة تخزين، وفيها مدخل السي دي هنا في الدرج. فصراحة يعني مواصفاتها جميلة، ولكن أعطونا رأيكم أنتم. هذه ككل من الداخل ومن الخارج. خلونا ناخذ نظرة على بقية الفئات ونذكر الأسعار وبقية التفاصيل. كصوت محرك، هذا الصوت صراحة مو مزعج، هادي الصوت، أوكي واضح إنه ديزل، ولكن الصوت هادي قدر الإمكان. بالنسبة لسعره هنا، هذه الجي تي سعرها 146,000 شامل للضريبة، هذه كجي تي. أيضا بالنسبة للمفتاح حقها فهذا هو، زي ما شفتوا في مقدمة الفيديو فيها تشغيل عن بعد. خلونا ناخذ نظرة على بقية الفئات ونختم الفيديو. بالنسبة لبقية الفئات المتوفرة الأخرى، فعندنا هنا فئة الفول كامل، مو بالجي تي، هذيك الجي تي، هذه فئة الفول كامل، هي مواصفات تقريبا مشابهة للجي تي، ولكنه ما فيها الكت الأمامي، ما فيها تطعيمات اللون الأحمر. هذه سعرها 138,500 ريال شامل للضريبة كفئة فول كامل. هنا عندنا الستاندرد غير عادي، تقريبا نفس المواصفات، تختلف ممكن في المحرك وبعض أمور بسيطة من ضمنها الجنوط كواجهة أمامية. أيضا سعرها أيضا 125,000 شامل للضريبة. فهذه أبرز فئاتها، عندك حرية اختيار بالنهاية، وفي أيضا نسخ تجارية اللي تجي صندوق. وللناس اللي حابة تعرف كم سعرها، 79,350 ريال شامل وبس. إلى هنا وصلنا لنهاية التغطية لهذا اليوم، يعطيكم العافية على المشاهدة، الأسعار وكل شيء وضحناه لكم. لا تنسون تشتركون معنا في القناة وتفعلون الجرس عشان توصلكم مقاطعنا أول بأول، وأيضا ضيفوني على بقية حساباتي تيك توك، سناب شات، وإنستغرام. هذه ككل، يعطيكم العافية على المشاهدة وفي أمان الله.